مشاهدينا الكرام، اهلا بكم. حلقه جديده من المجله السياحيه بنتعرف فيها على مجموعه من اهم واخر اخبار السياحه في مصر والعالم، ده من خلال جوله اخبارنا او نشرتنا السياحيه. ايضا بنتكلم عن احد اهم الموضوعات المتعلقه بصناعه السياحه وخاصه في مصر، وده بيكون من خلال وقفتنا الحواريه. هيكون موضوعها النهارده عن اختيار مجله امريكيه لمقبره توت عنخ امون كاحد اهم عجائب دنيا السبع ده لعام 2019، وهيكون ضيفنا في الاستوديو استاذ ميشيل ويليام الخبير السياحي والمحاضر الدولي. كالعادة بنبتدي بالأخبار، وأولا العناوين. خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة السياحة، الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير قطاع السياحة لتعظيم إسهامه في التنمية. مع انتعاش السياحة الداخلية، تواصل فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بالعديد من المناطق الأثرية. وأخيراً، عملاق صناعة الطائرات الأمريكية يقر بوجود خلل في أجهزة محاكاة الطيران في طائرات 737 ماكس. اهلا بكم مره ثانيه مشاهدينا. من العناوين بنروح للتفاصيل والمزيد من الاخبار، وبنبتدي اخبارنا مع تطوير قطاع السياحه وخطه الاصلاحات الهيكليه، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصله تطوير قطاع السياحه من خلال تعزيز الاصلاحات الهيكليه الجاريه في هذا الصدد، وذلك لرفع القدره التنافسيه لقطاع السياحه الحيوي وتعظيم المساهمه الايجابيه في المسيره التنمويه للدوله وتوفير فرص العمل وتعزيز استثمارات. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة السياحة. الاجتماع تطرق إلى استعراض الموقف التنفيذي لتطوير وحماية منطقة المنتزه، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة عملية التطوير الشاملة للمنطقة في إطار تصميم سياحي عالمي. طيب، اسمحوا لنا نرحب بضيفنا في الاستوديو استاذ ميشيل ويليام المحاضر الدولي والخبير السياحي. استاذ ميشيل، اهلا بحضرتك معانا. يعني يمكن بنبتدي اخبارنا الحقيقه مع تطوير قطاع السياحه بشكل عام، وطبعا ده من خلال توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنتكلم ايضا عن منطقه المنتزه وتطويرها في اطار ان احنا نحافظ طبعا على تصميم سياحي عالمي ليها. يعني حضرتك بتتابع ازاي خطه الاصلاح الهيكلي اللي بتنتهجها وزارة السياحة مؤخرا، وأهمية أيضا منطقة المنتزه السياحية في الإسكندرية؟ يعني هو بقى بدءا خبر اهتمام القيادة السياسية بالإصلاحات في قطاع السياحة، هو خبر احنا يعني كناس في المجال السياحة بننتظره دائما ومن زمان، لأنه الحقيقة أنه في معظم البلاد المتقدمة سياحيا هو ما فيش حقيبة وزارية يعني اسمها وزارة السياحة، هي لأن السياحة بتبقى مرآة لعمل كولكتيف أو عمل تضامني للحكومة كلها، لأن بتعكس كل الأنشطة. وأنه أحد المشاكل أو معوقات صناعة السياحة في مصر من زمان هو تضارب الاختصاصات، وأنه ما فيش هذا التضامن، أو وإحنا جربنا بقى المجلس الأعلى للسياحة الذي يعني ممكن ما يكونش بيجتمع فعليا يعني، إنما هو إحنا محتاجين القيادة السياسية بالاشتراك مع وزارة السياحة، المفروض أنها تكون ممثلة للدولة في إدارة المنظومة دي، أن احنا نعدل ونحسن ونعيد هيكلة القطاع بالكامل في شتى الم
مناحي العملية السياحية أو المنظومة السياحية. صحيح، أكيد طبعا السيد الرئيس حريص دايما على متابعة يعني كل المستجدات في قطاع السياحة، والاهتمام كمان بنقاط بعينها بيتم تطويرها، ويعني مقاصد سياحية معينة أيضا بيتم تطويرها وتجديدها في الفترة الحالية. خلينا بنروح كمان لمنطقة المنتزه، والرئيس بيتابع بنفسه طبعا الاهتمام بيها والتطوير الشامل اللي هيحدث لها في الفترة القادمة. إزاي هذه المنطقة تضيف أيضا لقطاع السياحة في مدينة الإسكندرية؟ بالتأكيد أن إسكندرية باعتبارها يعني ما يطلق عليه عروس البحر الأبيض، و أحد المقاصد السياحية اللي موجودة في مصر اللي بتبقى من ضمن البرامج السياحية، موجودة ضمن البرامج السياحية، ولكن في مناطق كانت أهملت زي منطقة المنتزه اللي هي ممكن تكون بتمثل عامل من عوامل الجذب إن الناس تروح اسكندرية وتشوف فيها القصر الملكي وفيها مكان يعني جميل، يعني ممكن يكون إضافة، ولكن محتاج طبعا أنه يطور علشان يعني يتماشى مع ما نقصده أنه أنا نحسن من جودة الخدمات ونحسن من جودة الأماكن اللي السياح بيروحوها. صحيح، ده طبعا اللي احنا منتظرينه في الفترة اللي جاية. بنستكمل أخبارنا وبنروح الحقيقة لموضوع آخر خاص بالسياحة. أطلقت وزارة السياحة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطوات الحصول على ختم المساواة لقطاع السياحة، يعني بيتعلق الموضوع بالعمل، عمل المرأة في قطاع السياحة والمساواة بينها وبين الرجل. خلينا نتعرف على تفاصيل أكثر في التقرير اللي جاي. خطوات جديدة تخطوها وزارة السياحة بهدف تمكين المرأة ومساواتها بالرجل في قطاع محوري يقوم في الأساس على الشراكة بين الجنسين لتقديم صورة ترويجية صحيحة للخدمات السياحية. وفي هذا الإطار أعلنت وزارة السياحة عن خطوات لتفعيل ختم المساواة، والذي يأتي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. الختم هو الحقيقة ليس إلزام، ولكن المنشآت المختلفة بتتطوع إنها تحصل عليه، وإحنا بنغير رؤية العالم لمصر. الحقيقة فكرة إن يبقى فيه اهتمام بالمرأة في قطاع السياحة، أعتقد إن ده بينقل نظرة مختلفة عن هذا القطاع. قطاع سياحي وقطاع متطور بيطور نفسه دايما، بيبقى على الحداثة للأنماط العالمية اللي موجودة، و خطوة من خطوات الإصلاح الهيكلي اللي بنقوم فيها كقطاع مع الوزارة والرؤية المحطوطة اللي هي رؤية موحدة بيننا وبين الوزارة، ده محور فعال منها. المجلس القومي للمرأة اعتبر أن الحصول على ختم المساواة سوف يساهم بشكل كبير في معالجة الفجوة بين الرجل والمرأة وإحداث توازن في الفرص الوظيفية وتقليل نسب البطالة. ختم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اللي بيديه الأمم المتحدة هيخلينا نقول دي فنادقنا ودي شركتنا اللي بتنص على احترام وتحفيز العمل للمرأة في القطاع. قطاع السياحة قطاع فيه ممكن يحصل فيه تشغيل كبير جدا لو كان يعني قطاع جاذب للمرأة. مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائية أكدت أن هناك شروطا ومعايير لابد أن تطبق للاعتراف الدولي بهذه الشهادة الرسمية، والتي من شأنها أن تحرز تقدما لمكانة مصر كدولة سياحية. أول شيء المساواة بالراتب، ثاني شيء منظومة لمكافحة التحرش في العمل، ثالث شيء أخذ بعين الاعتبار حاجات المرأة الاجتماعية العائلية خاصة المرأة لما بتولد والمهنية، ثالث شيء عطاء فرص وتدريب ودعم لأجل أن توصل لمراكز القرار. تأتي تلك الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة في محوره الخامس عن طريق تعزيز دور المرأة وزيادة القوى العاملة النسائية. محمد الخطيب، النيل. طيب أستاذ ميشيل، يعني ماذا يعني ختم المساواة في قطاع السياحة والإضافة اللي هيضيفها لعمل المرأة
في هذا القطاع؟ هو بادئ ذي بدء أنه أعتقد أن سيادة الرئيس أكد على احترام المرأة وأهمية المساواة في جميع القطاعات. صحيح. في القطاع السياحي أعتقد أنه وجود امرأة على رأس وزارة السياحة هو أصدق دليل أنه يعني القطاع بيحترم المرأة. على أرض الواقع نحن نحتاج إلى أنه يكون في أولا توعية عند كل من يتعامل مع السياح للتأكيد على احترام المرأة والقضاء على ظاهرة التحرش في السائحات في المناطق السياحية والأماكن الأكثر ازدحاما، بالإضافة إلى أنه العاملات في قطاع السياحة أحيانا بيصادفهم زي المرشدات السياحيات مثلا أنه قد يؤثر على عملهم انه يبقى في اماكن لتسكنهم يعني قليله فيستغنوا عن السيدات ويبقى في رجال بس عشان يقدروا ان هم يتعاملوا مع. طب مساله الاجر ايضا استاذ ميشيل، يعني التقرير اتكلم عنها، هل بالفعل ما فيش مساواه في الاجر؟ لا، ما اعتقدش ان في تمييز في الاجر ما بين المراه والرجل، لانه انت في النهايه انت بتجيبي حد بيعمل شغلانه معينه فانت بتدي له الاجر ده المتعارف عليه في انا بتكلم على الممارسات اللي بتحصل فعليا بقى. انه لو شركه جايبه 2 مرشدات، لو مش عارف ما فيش مكان على المركب او الفندق السياحي فبيضطروا يستغنوا عنهم او يستبدلوا الموضوع ده علشان يبقى. انما الكلام ده لازم يحدث فيه تعديل وتشديد من وزارة السياحة على اماكن الإقامة وعلى تشجيع السيدات العمل. وزي ما قلت لحضرتك انا يعني انا شخصيا من يعني كنت برفقة بعض السائحات يعني من حوالي شهر كده و تعرضوا لمضايقات في منطقة الهرم، رغم الجهود المبذولة من شرطة السياحة ولكن أعتقد أنه المنظومة نفسها يجب أن هي يحصل فيها تطوير وأن يبقى فيه كاميرات ويبقى فيه ما ممكن يحصل قوافل توعية من وزارة السياحة يستعينوا بناس ان هم يروحوا يوصلوا للناس البائعين او المتعاملين مع السياح ان هم يبقى في حرص على اظهار الوجه الحقيقي لمصر وانه احنا مجتمع بنقدر وتحسين الظروف العمل بشكل عام بما يعني يضمن للمراه انها تعمل بافضل شكل ممكن في قطاع السياحه. خلينا بنستكمل اخبارنا، وطبعا واحنا في شهر رمضان الكريم في عدد من المناطق السياحيه بتكون شهيره في هذا الشهر باقامه فعاليات مختلفه بتشهد السياحه الداخليه من خلالها ايضا انتعاش، وده من خلال مراكز الإبداع اللي بتجذب العديد من الرواد لمشاهدة العروض الرمضانية من الحفلات والأنشطة الثقافية، ويمكن من أشهر هذه المناطق والمقاصد السياحية شارع المعز. خلينا نشوف بعض من هذه الفعاليات من خلال التقرير اللي جاي. استمرارا لفعاليات ليالي رمضان والتي تحييها وزارة الثقافة في أنحاء الجمهورية، قدمت فرقة العريش للفنون الشعبية عروضا فنية وغنائية على مسرح الشاعر بشارع المعز. رابع عرض لينا فرقة العريش للفنون الشعبية ضمن ليالي العروض الثقافية الفنية في ليالي رمضان. قدمنا النهارده بيت الشاعر، ناس متعطشة للجو الجميل والجو الرمضاني الحلو ده. فرقة العريش للفنون الشعبية قدمت النهارده تابلوهات راقصة، الناس خلونا ان احنا نغني وكان ممكن نعيط بس الحمد لله رب العالمين، فرحت الناس اسعدتنا اكتر، فغنيت اغنية دق الطبل يا سينا وقول يا ناي وشجينا دق الطبل احنا ولادك جينا نكتب هنا اسامينا نذكر شهيد لينا الف سنة سينا نحلف بعهد الله نحمي بلدنا وما نقول اه ودق الطبل يا سينا كل العرب شاهدين قول يا صلاح الدين مصر ولادها مين سينا
ونهر النيل. احنا اولادك جينا دكتور ولا توافد أعداد كبيرة من المواطنين على شارع المعز للاستمتاع بالأجواء الرمضانية والعروض الثقافية. حاجات جميلة أول لو بنيجي كل سنة هنا غزبنت بياخدنا ويصيروا مبسوطين مبسوطين والله. جو كويس في شارع المعز وكلها أضواء كويسة وعاملة الحياة حلوة جدا. وهنا الحسين ده حلو قوي وأنا مستمتع وأنا موجود هنا. الجو هنا جامد والناس هايصة والدنيا زي الفل هنا وحماس وحاجات حلوة قوي وحب كل الناس تيجي تشرف هنا. حاجة جميلة جدا والناس بتيجي عشان أغلبية الأوقات عشان العروض ديت والناس مبسوطة والشباب مبسوطة وأطفال وفرحة الأطفال ديت بالدنيا كلها. شهد شارع المعز العديد من العروض التي تقدمها وزارة الثقافة سواء في باب النصر الذي يتم تقديم من خلاله عروض استعراضية ورش للأطفال مع تقديم برامج عديدة على مدار ليالي رمضان من العديد من فرق الفنون الشعبية التي تمثل مختلف الثقافات المصرية. أجواء رائعة يضفيها بيت الشاعر من خلال عروضه الفنية والثقافية على شارع المعز الذاخر دائما بعبق التاريخ والثقافة والتي دائما تحييها وزارة الثقافة. من شارع المعز منذر أبو دوح النيل. يعني طبعا شارع المعز من الأماكن المميزة جدا في شهر رمضان الكريم بهذه الفعاليات الرائعة اللي بتضفي أجواء خاصة في هذا الشهر. الحقيقة مش شارع المعز بس، في أيضا أماكن أخرى فعاليات رمضان الثقافية والفنية بتتواصل بالعديد من المناطق الأثرية بالقاهرة الفاطمية، وشهدت منطقة سور القاهرة الشمالي بحي الجمالية عرض فني وغنائي لفرقة الغربية للفنون الشعبية. كان في بعض مقاطع يعني بعض المقاطع الفنية المختلفة. خلينا نشوف تفاصيل أكثر عن هذه الفعالية من خلال التقرير اللي جاي. ليلة رمضانية جديدة من ليالي رمضان الثقافية والفنية بالمسرح الكبير بالسور الشمالي بالجمالية تحيا فرقة الغربية للفنون الشعبية، حيث شهد الاحتفال تنوعا في الرقصات والتابلوهات والتي اشتملت على استعراضات الذكر والفلاحي والنحاسيين والطبول. البرنامج بتاعنا بتاخد من البيئة، بيئة طنطا، يعني عندنا الذكر بالنسبة لجوار سيدي أحمد البدوي، عندنا النحاسين عشان عندنا حي النحاسين عندنا موجود، بالنسبة للأرياف عندنا القمح وعندنا القطن وعندنا الطبول بالنسبة للصنباط. الله الله لا إله إلا الله، الله 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 الله، صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنات ونعيما. على الجانب الآخر شهد السور الشمالي بعض معارض الفنون التشكيلية والتراثية والحرف التقليدية كالتطريز والخزف والفخار. احنا كل يوم عندنا ورشة مختلفة أثناء ليالي رمضانية. النهاردة ورشتنا عن كيفية عمل المندلة من خلال القص واللزق. فكرة بسيطة ان احنا نستخدم الورق الملون بحيث انهم يستخدموا اي ورق متاح بالنسبة لهم، خلال انهم يقصوا بطريقة معينة بوريها لهم ازاي، حطها على ورق تاني ملون بلون مختلف بيدي نتيجة كويسة. كل يوم بنعلمهم حاجة مختلفة. وتستمر تلك الاحتفاليات حتى 23 من شهر رمضان في 28 منطقة على مستوى الجمهورية. على مدار 15 يوما تستمر حفلات الهيئة العامة لفصول الثقافة بمختلف محافظات الجمهورية، هدفها الأساسي تعريف المواطن بأنماط الثقافة المصرية. من باب النصر أشرف مبارك النيل. لسه بنتكلم عن الفعاليات والاحتفاليات بمناسبة شهر رمضان الكريم. متحف قصر محمد علي بالمنيل أيضا نظم معرض أثري مؤقت تحت عنوان سفرة دايمة، وبيضم المعرض مجموعة من أدوات المائدة الخاصة بالأمير محمد علي وأسرته التي تعرض للمرة الأولى، وبتشمل القطع أطباق تحمل اسم الأمير وأدوات مائدة عليها شعار الدولة العثمانية، بالإضافة إلى أطباق تم صناعتها في فرنسا.
يعني طبعا فعاليات واحتفالات في أماكن مختلفة بتضفي بهجة على هذا الشهر الكريم. ولسه معانا في الاستوديو استاذ ميشيل ويليام الخبير السياحي والمحاضر الدولي. استاذ ميشيل، يعني اهميه هذه الفعاليات في هذا الشهر الكريم وازاي بتضيف لقطاع السياحه؟ الحقيقه انا بالصدفه انا كنت موجود في شارع المعز اول امبارح مع الاسره، يعني الجو رائع، بتحسي بكده بعبق التاريخ وبمصر يعني يعني والناس اجواء مميزه طبعا عندنا هنا في القاهره طبعا. يعني لطيفه جدا، يعني بتعبر عن مصر، واعتقد ان اي حد سواء مصري او سايح بينبهر بال يعني مش بس السياحة الداخلية، في أيضا سياحة خارجية بتقبل على هذه الأجواء. طبعا. والمكان الأماكن كلها، مجرد أن أنت تمشي بس في شارع المعز بتشوفي روائع من العمارة والفن الإسلامي، وبيزيدوا جمالا الجو بالعروض والاحتفالات. صحيح. يعني بتثير يعني كل السعاده والشجن. صحيح. هي شارع المعز من الاماكن المميزه جدا، واحنا طبعا معاكم في المجله السياحيه مجموعه حلقات خاصه من هناك واماكن مختلفه ومزارات مختلفه في شارع المعز. خلينا نروح لمجموعه من الاخبار مختلفه وبنتكلم عن الاثار. اعلنت وزاره الاثار نتائج البعثه الاثريه المصريه الالمانيه المشتركه العامله بمنطقه اثار المطريه، حيث عثرت على العديد من القطع الاثريه خلال اعمالها في موسم ربيع 2019. هي من ضمن هذه الأعمال كان في منطقة المعسكر ومنطقة معبد نخت نبو الأول ومنطقة 251 والمعروفة بشارع المعتصم. وأوضح أن البعثة عثرت في منطقة المعسكر والتي تحتوي على ورش صناعية تؤرخ للفترة من القرن السادس حتى الثاني قبل الميلاد على العديد من القطع الأثرية المعاد استخدامها في الورش والتي تمثل أجزاء من عناصر المعبد المختلفة. وبالنسبة لمنطقة معبد نخت نبو تم العثور فيها على مجموعة من كتل البازلت وكسر البازلت التي تحمل نقوش تمثل الأقاليم الجغرافية للوجه البحري في فترة عصر نخت نبو الأول، وكتل أخرى من الجرانيت الأحمر كانت مستخدمة في معبد نخت نبو الأول، وأجزاء من الحجر الجيري تمثل جزء من مقصورة، بالإضافة إلى عناصر معمارية وأجزاء من تماثيل تشير إلى وجود معبد أقدم بيرجع إلى عصر الملك مرنبتاح. طيب استاذ ميشيل، بنتكلم عن منطقه اثار المطريه، والحقيقه هذه المنطقه يمكن ثريه جدا بالاثار المصريه القديمه، لكن للاسف مش واخده الاهتمام الكافي او اللي هي تستحقه بالفعل. هي منطقه بلا شك انها منطقه يعني ثريه وفيها عديد من الاثار ترجع الى حقب مختلفه، إما يوناني روماني أو حتى فيما قبل، وإحنا شفنا السنة اللي فاتت كان في اكتشاف لتمثال ضخم لرمسيس الثاني، وهي أحد المناطق اللي زارتها السيدة العذراء والعائلة المقدسة. فهي منطقة يعني هي مزيج بين يعني عصور مختلفة، كل العصور اللي مرت على مصر موجودة منطقة ثرية، يعني منطقة كلها. ولكن المشكلة طبعا انه بتوالي الحقب والفترات الزمنية بقت كل الحاجات دي فوق بعض، ففي تحت البيوت في المنطقة دي في كنوز. طب ازاي يتم استغلال هذه المنطقة الاستغلال الامثل وكل الكنوز الاثرية من يعني المتراكمة عبر فترات تاريخية مختلفة؟ اكيد في السنوات الاخيرة في جهود لوزارة الاثار ان للكشف عن بقايا المعابد اللي كانت موجودة في المنطقة دي. صحيح بتواجههم مشاكل بقى انه يعني هل من وجهة نظر حضرتك استاذ ميشيل يتم عرضها زي ما هي في المكان ولا يتم نقلها لمكان تاني؟ طبيعة المكان دلوقتي والتكدس السكاني ما بتتحش ان يبقى فيه يعني متاحف او اماكن للزيارة
فهو ممكن تنقل إلى مناطق أخرى يبقى أسهل فيها للناس. ولكن هي يعني فكرة أنها تكون متحف مفتوح دي مش مطروحة مثلا أو حضرتك ما بتأيدهاش؟ هي المشكلة أنها هي منطقة شعبية متكدسة بالسكان، فعملية أن أنت يعني تعملي متحف مفتوح جوه صعب، يعني أتصور أنها صعب. إنما المهم أن هم يحاولوا أن هم يعني يكتشفوا على قدر الإمكان أو ويعني يطلعوا كل الحاجات اللي الكنوز دي اللي موجودة. يعني احنا نتمنى ده طبعا لأنه بالفعل منطقة غنية جدا ورائعة وفيها العديد من الكنوز المبهرة اللي احنا طبعا بنتمنى أنها تاخد حقها من الشكل اللائق في العرض. خلينا بنروح لآخر أخبارنا خاص بقطاع الطيران، ومن الأخبار العالمية أقرت شركة بوينج الأمريكية للمرة الأولى بوجود خلل مرتبط بطائرات 737 ماكس التي شهدت كارثتين جويتين طبعا أودتها بحياة 346 شخص. وصرحت الشركة أنها قامت بتصحيح الخلل في برنامج جهاز محاكاة الطيران وإجراء تعديلات وتحسينات عليه. كده انتهت فقرة أخبارنا، وبنبتدي معاكم وقفتنا الحوارية اللي هيكون موضوعها طبعا زي ما اتكلمنا في البداية عن اختيار مجلة أمريكية في شهيرة ومتخصصة في مجال السياحة والسفر، هي مجلة كوندي ناست ترافلر. اختارت مقبرة توت عنخ آمون كأحد أهم عجائب الدنيا السبع، وده العام 2019. يعني ما زالت مقتنيات توت عنخ آمون بتبهر العالم وبتلفت الأنظار وبتجذبهم بعد تدشينها من 3300 سنة، وبعد اكتشافها سنة 1922 ما زالت كل يوم في جديد عنها، وبتعرض مقتنيات مختلفة منها وقطع أثرية مختلفة منها في مختلف دول العالم بتجذب الأنظار إلى الحضارة المصرية بشكل عام. أهمية اختيار هذه المقبرة كأحد عجائب الدنيا السبع العام 2019، وإن ده يصدر من مجلة أمريكية شهيرة ومتخصصة في مجال السياحة والآثار والسفر، ده هيكون انعكاسه إيه على الترويج للسياحة المصرية بشكل عام؟ ده اللي هنحاول نتكلم فيه وأكثر من خلال حوارنا مع ضيفنا المازال شرفنا في الاستوديو أستاذ ميشيل ويليام الخبير السياحي والمحاضر الدولي، لكن بعد الفاصل. طيب أستاذ ميشيل، بنتكلم عن مقبرة توت عنخ آمون، يعني هذه المقبرة يمكن شهرتها وشهرة الملك توت عنخ آمون الحقيقة ما بترجعش لفترة حكمه الطويلة أو ما حققه من إنجازات بقدر ما بترجع إلى احتفاظ المقبرة بكامل المقتنيات والقطع الأثرية رغم مرور آلاف السنين. لما تيجي مجلة أمريكية شهيرة بتصنفها كأحد عجائب الدنيا السبع في 2019، أهمية هذا التصنيف؟ هو الحقيقة إذا تكلمنا عن مقبرة توت عنخ آمون في حد ذاتها، يعني هي مقبرة تعتبر من أحد المقابر الصغيرة في وادي الملوك بغرب الأقصر، وهي تخص الملك الطفل
صحيح. توت عنخ آمون اللي هو حكم مصر لمدة حوالي 9 سنوات فقط. ومات شاب أيضا. مات في عمر 18-19 سنة. فبالتأكيد هو لا يضاهي رمسيس الثاني أو تحتمس الثالث أو هؤلاء الملوك العظام اللي جعلوا مصر إمبراطورية ضخمة واستمر فترات حكمهم لفترات طويلة. لكن الحقيقة أنه الكشف عن هذه المقبرة كان يعني في من الدراما ما أثار الناس منذ وقت الاكتشاف، لأنه اللي كشف المقبرة دي كان هوارد كارتر في نوفمبر 22، وهو اللي كان بيصرف أو بيمول الكشف ده كان لورد كارنافون الإنجليزي. والحقيقة أنه هو الراجل نفسه ده كان قبل الكشف عن المقبرة كان بيفكر بعد نهاية الحرب العالمية الأولى أنه هو يعني يرجع، صرف فلوس كتير وما فيش العائد ده. وإصرار هوارد كارتر أنه هو يعني المقبرة دي يا جماعة موجودة هنا، بس فين بقى احنا مش عارفين بقى. فحاول أنه هو أقنعه لأنه هو يستمر ولو لمدة موسم واحد، لأنه الكشف أو الكشفات الأثرية أو كان التنقيب عن الآثار كان بيتم من مايو إلى يعني من سبتمبر لمايو، بيتوقفوا في فترة الصيف نتيجة شدة الحرارة يعني. تمام. وهو كان متأكد أن المقبرة دي بناء على دراسته، لكن هو ما كانش قادر يعني يعرف فين المقبرة. والحقيقة أن المقبرة قريبة جدا من مدخل وادي الملوك، ولكن المقبرة دي موجودة تحت مقبرة تانية. ونتيجة الحفر بتاع المقبرة اللي فوقيها فبقى في كوم رملي كبير، وكل اللي بقى بما فيهم هوارد كارتر نفسه كل الناس كانت بتحاول انها تدور حوالين الكوم الرملي ده. ولكن في يوم هو قرر ان هو يشوف ما تحت الرمال دي، وكانت المفاجأة عن طريق احد العاملين يعني ان هو الحقيقة كان طفل يعني او مراهق عنده 15 سنة كان بيحمل المية العمال فكعبل في احد السلالم، وكانت الاكتشاف ده اللي اثار العالم كله لفترات طويله، مش النهارده او مش يعني مش المجله دي بس، ولكن اذا اعتبرت حضرتك مهم ان احنا نقول هنا ان المقبره تم ترميمها مؤخرا يعني بما يعيد ليها رونقها الاصلي، يمكن ده اللي زي بيعيد اكتشافها من جديد او بيلقي عليها الضوء مره اخرى. من هنا بياتي تصنيف المجله، ازاي احنا نستغل هذا التصنيف للترويج للسياحه المصريه في الفتره القادمه؟ أعتقد أنه مش بس التصنيف بتاع المجلة، ولكن في بعض قطع من أثار توت عنخ آمون بتلف العالم دلوقتي في إنجلترا وأمريكا. صحيح، وفرنسا دلوقتي. وأعتقد وفرنسا، وأعتقد أنه وجود المعارض دي يعني بتثير عند الناس حلم زيارة مصر، وإن هم يشوفوا بقية القطع والمقبرة نفسها. وده برضو مش جديد يعني، أعتقد إن كان في نفس المعارض دي في سنة 72 بمناسبة مرور 50 سنة على اكتشاف المقبرة. والناس كانوا في يعني اصطفوا في شوارع لندن بطوابير طويلة بالساعات علشان مجرد ان هو يعني يلقي نظرة على بعض القطع دي. النهاردة طبعا بعد الوقت ده والطفرة اللي حصلت في السياحة
ومصر باعتبارها أحد المقاصد السياحية، والتطور اللي حصل في السياحة بقى سهل إن الناس تيجي البلد اللي موجودة نفسها وتشوف بقى مش بس بعض القطع ولكن تشوف القطع كلها. وأعتقد إنه تزامن ده مع الافتتاح اللي هيحصل للمتحف الكبير في 2020 هيبقى أفضل دعاية إن الناس تيجي وتشوف الكنوز والآثار بتاعة أكيد. طيب أستاذ ميشيل، الحقيقة التقرير اللي نشرته المجلة الأمريكية بيشير أيضا إلى أن وادي الملوك بيحتوي على 63 مقبرة أخرى، يعني هل واخدين حظهم الكافي من الاهتمام من وجهة نظر حضرتك؟ طبعا يعني هو واحد ولا بس مقبرة توت عنخ آمون؟ لا هو واحد من أهم المواقع الأثرية في العالم، وهو يعني بيحتوي على العديد من المقابر اللي هي تفوق يعني مقبرة توت عنخ آمون، فيها مجرد حيطة واحدة بس، لكن في مقابر ممكن توصل إنها تبقى 10 أمثال أو أضعاف مساحة، وفيها من المناظر ما يذهب العقل يعني، وكمان روعة النقوش، وإنها في حالة أكثر من ممتازة يعني في مقابر زي سيتي الأول ورمسيس السادس رمسيس الثالث، في مقابر كتير قوي يعني يعني مش قادر اقول لك ازاي السياح يعني بينبهروا بان النقوش دي رغم انها اتعملت من رغم الاف السنين لكنها باقيه ومحافظه على الوانها وشكلها بالظبط. صحيح، يعني اكيد كل يوم الحضاره المصريه القديمه بتقدم لنا المزيد من المعلومات والابهار الحقيقه، مش بس لينا كمصريين ولكن ايضا هي اهميه مقبره توت عنخ امون انه هو في مقابر أكبر وأروع نقوشا وفنا، ولكن لم يتم العثور على كل هذه الكنوز. صحيح، يعني هذه المقبرة تحديدا حفظت من اللصوص على مدار آلاف السنين. أكيد يعني إحنا فخورين بهذه الآثار المصرية القديمة وسعداء أيضا بعرضها في مختلف أنحاء العالم لجذب المزيد من الزوار هنا لمصر. بنشكر حضرتك جدا أستاذ ميشيل ويليام الخبير السياحي والمحاضر الدولي، شرفتنا يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا بنشكركم أيضا على المتابعة، والأسبوع القادم بيتجدد اللقاء وحلقة جديدة من المجلة السياحية.